لك والله يتحمل المسؤولية. هذه سيارة الآن مشحوبة وصاحبها فيها الونش علشان الرسوم، هذا هو عشان ميتيريا. المفروض انه يدفع الرسوم هنا وياخذها. هذا السواق، هذه السيارة، هذا هو رافض انه ينزل سيارة مواطن علشان شركة تجارية بحتة. المفروض انها تدفع الرسوم، المفروض تدفع الرسوم حق الونش وتنزل سيارة الرجال بكل احترام. المفروض انا دخلي، انا صحفي، المفروض انت تدفع المبلغ اللي تبغاه وتنزل بس الدفع. انا ايش دخلني؟ انا ايش دخلني؟ انا ايش دخلني؟ اعرفك ايش شغلك؟ شغلك تجاري بحت، تدفع الغرامه وتنزل الراجل، ليش تسحبه؟ لو سمحت ها؟ حسن الفاظك، حسن الفاظك، حسن الفاظك، واعرف انك تتكلم مع ابن بلد مش ابن شارع. خلاص انت ابن بلد في بلدك، ما تجيني هنا، مفروض نظامك مساعد، مفروض انك مساعد، انت سعوده سعوده. ايوه خلاص بس قطع الصوت. هذه انا اللي اقول، انا اقول، انا اقول،